بعد طول انتظار بدأت أشغال إنجاز نفق لفك الاختناق المروري على حي سيد الجلال بسيدي بالعباس، بعدما ظل ذلك يصنع الاستياء وسط الجميع وبقاء المشروع مجمد منذ سنة 2015. أن سيد الجلال أصبحت كولاية موازية لولاية سيدي بالعباس القديمة وفيها ربما 100,000 نسمة، هذا اللي خلى الخناق وخلى الازدحام المروري يكتظ عند المدخل الوحيد لسيد الجلال اللي هو معروف، مدخل تاع لازاري والمدخل الرئيسي تاع طريقوارن. كنا لاقين مشاكل في الدخلة تاع سيد الجلال. أنا كسائق سيارة أجرة كنت مغبون، واحد يقول لي كليون ديني سيد الجلال ولا تكره تاعي باش تدخل سيد الجلال وكاع ما تنجمش. نتمن هذا المشروع اللي غادي يفك الخناق على المرور تاع خاصه سائقين سيارة الأجرة اللي باش يتنقل من حي لحي، خاصه يقطع نص بالعباس باش يلحق الديستيناسيون تاعه. المرحلة الأولى ستعرف تغيير مسار السكة الحديدية على أن تتواصل أشغال الإنجاز ليدخل النفق حيز الخدمة في أجل أقصاه 12 شهرا. دينا في إنجاز في تحويل السكة الحديدية اللي من بعد رايح تسمح لنا بمباشرة أشغال إنجاز النفق. الأشغال التحويل حاليا جارية، يبقى لنا إن شاء الله رانا في بصدد اختيار الشركة لإنجاز النفق اللي راح إن شاء الله بعد حوالي 3 شهور إلى 4 شهور إن شاء الله ننطلق فعليا في إنجاز الجسر إن شاء الله. المشروع قد يرفع الغبن عن ساكنة أكبر حي في المدينة وينظم حركة المرور خاصة خلال ساعات الذروة، كما سيسمح بالتنقل في أحسن الظروف من وإلى هذا الحي.